مشاهدين برنامج التاسعة، برحب بحضراتكم مرة تانية. وهنبدأ معكم بالحوار الوطني. وقطار الحوار الوطني يستأنف رحلته إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية تتسع لجميع القوى، جمهورية تهتم بقضايا الوطن والمواطن وترحب بالرأي والفكر البناء في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية أيضا الاقتصادية. النهاردة استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب عشان يستكمل تجهيزات بدء الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر عقدها في مايو القادم. ناقش الاجتماع وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية، كمان اللمسات الأخيرة للأسماء المشاركة في الجلسة الافتتاحية اللي هتشهد حشد كبير جدا من كل القوى السياسية. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن اجتماع اليوم واستعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر عقدها يوم 3 مايو القادم مع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في التاسعة. أهلا بحضرتك يا فندم. لو تطلعنا يا فندم على آخر الاستعدادات الحوار الوطني لهذه الجلسة. أولا الحركة استمرت من الساعة 2 تقريبا 2 إلى ربع لحد تقريبا يعني أنا سبته من ساعة بالضبط وكان لسه شغال، كان لازم أغادر لظرف طارئ، فكان هو حوار في منتهى الأهمية تقريبا، يعني حسمت فيه أشياء كثيرة جدا على مستوى التنظيم. يفترض ان هذا هو الحوار الجلسه الاخيره او ربما تكون هناك جلسه سريعه قبل يوم الاربعاء الجاي وهو موعد الانطلاق الفعلي للحوار الوطني. يعني اقدر اقول لحضرتك على انه كان فيه نقاش تفصيلي، الجلسات هتبتدي ازاي، مين اللي هيتكلم ازاي، العدد، لكن كان فيه جزء نقاش مهم على الجلسه الافتتاحيه. واقصد الجلسه الافتتاحيه مين اللي يحضر ازاي، المكان فين، يعني هناك تفكير ان تكون هناك جلسه افتتاحيه بقى خارج الاكاديميه الوطنيه للتدريب بحكم انه سيدعى عدد كبير جدا من المدعوين من القوى السياسيه والاحزاب والنقابات والشخصيات العامه، فربما يكون هناك مكان لجلسه افتتاحيه مختلفه على ان يعود الانعقاد فورا للاكاديميه. انا متصور انه يوم 3/5 زي ما اتفقنا جلسه افتتاحيه، يوم بدءا من يوم 7/5 ستكون هناك بدء الجلسات التخصصيه في المحاور المختلفه، والاغلب الظن انه هيبقى في البدايه بالمحور السياسي ثم المحور الاقتصادي وبعده المحور المجتمعي بمعدل جلستين كل يوم، كل جلسه مدتها 3 ساعات. طيب يا فندم، يعني أهم الملفات التي ستطرح في هذه الجلسة إن كان سياسيا اقتصاديا أو حتى اجتماعيا؟ طبعا يا فندم زي ما احنا يعني أو كما صار معروفا هناك 3 محاور في هذا في الحوار الوطني: المحور السياسي، المحور الاجتماعي، المحور محور اقتصادي سياسي اجتماعي. ثم هناك طبعا في كل محور مجموعه من اللجان ومجموعه من الموضوعات، بمعنى ان هناك 3 محاور 19 لجنه 113 موضوع. اقول لحضرتك بسرعه على يعني في المحور السياسي على سبيل المثال في لجنه الاحزاب السياسيه. دي لجنة طبعا تختص بمناقشة أوضاع الأحزاب السياسية وتشجيع ودعم الأحزاب. في لجنة مهمة جدا لجنة المحليات. ثم في لجنة النقابات والعمل الأهلي، ودي لجنة في غاية الأهمية برضه. ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. في المحور الاقتصادي لجنة لجان مهمة جدا، لجنة الدين العام وعدل الموازنة والإصلاح المالي. لجنة العدالة الاجتماعية. لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة السياحة، لجنة الصناعة، لجنة الاستثمار الخاص سواء كان محلي أو أجنبي، ولجنة مهمة جدا جدا لجنة التضخم وغلاء الأسعار. عندنا طبعا في المحور المجتمعي مجموعة أيضا من لجنة التعليم ولجنة الصحة، لجنة القضايا السكانية، لجنة الشباب، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية.
واخيرا لجنه الاسره والتماسك المجتمع. دي المحاور واللجان، وفي كل وتحت كل لجنه موضوعات مختلفه. موضوعات كثيره وفي غايه الاهميه يعني. ان شاء الله يكون الحوار على مستوى المسؤوليه ويؤدي الى النتائج المرجوه ان شاء الله. طب يا فندم، آلية نقاش أيا كان الملف المطروح، آلية نقاش هذا الملف وتقديم حلول، هل بيتم الاستعانة بخبراء ولا ازاي بتحصل؟ يا فندم، هناك يعني ربما البعض كان يتساءل هو ليه الحوار الوطني خد كل هذا الوقت؟ صحيح. تقريبا سنة دلوقتي، لأن احنا كنا مشغولين بالضبط بالتفاصيل دي. هناك يعني في مجلس الأمناء هو السقف العام اللي هو يعني المهيمن العام على الحوار، او هو المدير الذي يدير ويشرف ويقترح. تحت هذا الامر هناك المقررين والمقررين، كل محور له مقرر ومقرر مساعد. كل محور عام وكل لجنه من اللجان لها مقرر ومقرر مساعد. المقرر والمقرر المساعد مهمتهم اداره الحوار التفصيلي داخل اللجان. جوه كل لجنه هناك مجموعة من المتحاورين يمثلون الآراء المختلفة، بمعنى أنه عضو من الحوار الوطني والمقرر والمقرر المساعد مع من تم اختيارهم من الأسماء المرشحة للحوار نفسه اللي هي القوى السياسية المختلفة، أقصد بيجلسوا في الجلسة أو في وكل ويدور الحوار وينتج عنه التوصيات او الاراء او المقترحات المختلفه التي سيتم رفعها من قبل مجلس الامناء الى السيد الرئيس. طب عشان الناس تتخيل معانا حجم العمل كمان يا استاذ عماد، عدد المقترحات اللي وصل لكم حوالي قد ايه خلال هذه السنه؟ يا فندم المقترحات بالالاف، لكن النقطه الجوهريه كما تعلمين، يعني مثلا على سبيل المثال في لجنة الأحزاب الخاصة بالأحزاب، سوري اللجنة الخاصة بالنظام الانتخابي، عشرات أو مئات الاقتراحات، لكن في النهاية هي معظمها بتدور حوالي 4-5 اقتراحات، بمعنى أن النظام الانتخابي إما أنه ناس يقولوا والله عايزينه بالقائمة بالفرد خالص، وناس يقولوا بالقائمة النسبية، وناس يقولوا بالقائمة المطلقة، وناس يقولوا نجمد بين الثلاث طرق. وبالتالي الافكار الجوهريه الخاصه بالمحاور في النهايه يمكن اختصارها الى مجموعه قليله من الافكار الرئيسيه. طبعا عدد كبير من الناس يعني يميل الى تشخيص الملخص والشرح. الشعار اللي رفعه الحوار احنا مش رايحين يعني نشخص المرض، المرض معروف للجميع، احنا بنحاول عبر الخبراء والمجلس الامناء وحاجات كثيره تقديم روشتات للعلاج. وروشتة قابلة تكون موجودة في صيدلية، قابلة للشراء والتنفيذ، مش ناس يعني هنقعد كل واحد يستعرض أفكار ومقترحات رأي. نحن نتحدث عن أفكار قابلة للتطبيق وقابلة لوجود مقترحات وإجراءات على بعض. طيب ما المنتظر من هذه الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها يوم 3 مايو يا فندم؟ السؤال الثاني سؤال ايه؟ المنتظر يا فندم من هذه الجلسه، الجلسه الافتتاحيه المقرر عقدها يوم 3 مايو. الجلسه الافتتاحيه يا فندم هتكون جلسه اطلاق الحوار الوطني الفعلي، سيكون الهدف الاساسي هو اعاده التاكيد على الهدف الجوهري للحوار الوطني، وهو تنشيط العمل السياسي او كما قال السيد الرئيس تحديد اولويات العمل الوطني. ايه هي القضايا الرئيسيه اللي كل طرف بيرى ان هي ينبغي ان تناقش او تجد حلول، وستكون يعني لن تكون جلسه طويله، وبعدها يبدا مباشره الحوار الفني. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، ونحن بانتظار طبعا هذه الجلسه الافتتاحيه المقرر عقدها يوم 3 مايو باذن الله. مشاهدينا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في برنامج التساعة، فابقوا معنا.
نرحب بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة أنه ما زالت جهود الدولة المصرية متواصلة لإعادة المصريين من السودان عبر المعابر البرية، كمان الجسر الجوي القائم لنقل الرعاية المصريين بالسودان لمطار شرق القاهرة. بينضم لينا دلوقتي زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية لينقل لينا جهود الدولة في إعادة المصريين من السودان برا وجوا. كمان نسأله عن أهمية إعلان مصر إعادة تمركز بعثتها في الخرطوم، كمان إطلاق الهلال الأحمر المصري مقر الثاني لمساعدة العائدين من السودان بمعبر قسطل. مساء الخير عليك يا رامي، ويعني كلمة معك لو تطلعنا على التفاصيل. عرفنا أنه في كمان وصول دفعة جديدة من المصريين المقيمين في السودان. مساء الخير جمانة، مساء الخير على كل متابعي التاسعة. بالفعل يعني هذه التساؤلات تأتي في شكل أكثر من مشهد نحن بصدده الآن. المشهد الأول الخاص باستمرار توافد المصريين القادمين من المدن والأراضي السودانية إلى مصر، والذي تجاوز بحسب الكثير من البيانات 2600 من الوافدين. نتحدث عن المصريين بحسب الكثير من البيانات، خاصة بالإجلاء البري والإجلاء الجوي. أما المشهد الذي نحن بصدده والأكبر والأقرب إلينا أيضا من ميناء أرقين البري، هذا المشهد يستمر توافد عشرات الحافلات إلينا، حتى ما يظهر من خلفي الآن هذا المشهد الذي يعبر عن تجاوز هذه الحافلات إلى أكثر من 300 حافلة، وهي السعة الخاصة بهذا المعبر والميناء ميناء أرقين البري. لو تحدثنا أيضا عن هذه الحافلات التي خلال الأيام السابقة وتحديدا 3 أيام السابقة حملت معها الكثير من الوافدين ليتجاوز الرقم 10,000 وافد، نتحدث عن مصريين وسودانيين وأيضا من أصحاب الجنسيات الأخرى والرعاية من الدول الأجنبية، ليتجاوز الرقم بالفعل 10,000. وأيضا هذا الرقم تخلل الكثير من المواقف والمساعدات وأيضا التسهيلات التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارات الخارجية الخاصة بالدول الشقيقة والأجنبية وغيرها. هذا المشهد تخلله الكثير من المشاهد الإنسانية، وهو المشهد الأكبر وأيضا الغالب على معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان. في هذا المعبر نرى الكثير من المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري. وكما تحدثت ويمكن سألتي، الهلال الأحمر يقدم مساعدات كبيرة تبدأ بالدعم النفسي وأيضا الدعم الأسري بالتواصل مع أسر الوافدين في جميع الأماكن سواء في مصر أو خارج مصر أو في السودان، وأيضا الدعم النفسي جراء هذه الاشتباكات التي حدثت وأيضا أتوا من خلالها إلى معبر أرقين، بالإضافة إلى المساعدات الطبية الأساسية الكبيرة سواء لمن يحتاج في حالات حرجة أو أيضا الإسعافات الأولية. وقيام أيضا الهلال الأحمر المصري بوجود أو إنشاء أو إقامة مركز إغاثي كبير لمساعدة هؤلاء القادمين إلى الأراضي المصرية. هذا المشهد الإنساني بشكل كبير جدا تقوم به الدولة المصرية، وأيضا هناك الكثير من التسهيلات والتعاون الكبير الخاص باستقدام هؤلاء المصريين وأيضا السودانيين وغيرهم. ولو تحدثنا أيضا عن وجود من غير المصريين والسودانيين، هناك وفود أخيرة قدمت إلى هذا الموقع وإلى هذا المعبر، منها الوفود الخاصة بدولة جنوب إفريقيا، هي آخر الوفود والأفواج التي قدمت من دول غير السودان أو مصر. ونحن نتحدث عن المشهد الأكبر هنا من خلال التنسيق والمتابعة وجهود الدولة المصرية في المتمثلة في الكثير من الوزارات والأجهزة والمؤسسات مع القنصلية المصرية بالخرطوم وأيضا السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية الأخرى أيضا في مدينة وادي حلفة التي تبعد من 50 إلى 60 كيلومتر من هذا الموقع الذي يتواجد به الآن في معبر أرقين البري. لو تحدثنا أيضا عن أعداد المصريين في العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب الكثير من البيانات ومنها وزارة الهجرة، هناك أكثر من 10,000 مصري متواجد في العاصمة السودانية الخرطوم، منهم 5,000 من الطلاب المصريين الذين يدرسون في هذه المدينة، وأيضا هم المشهد الغالب على الحضور والقادمين من الأراضي السودانية هم من الطلاب المصريين هناك. هذا هو المشهد بشكل كبير من التنسيق وأيضا من استمرار توافد الحافلات على معبر أرقين، وأيضا الأعداد التي تجاوزت 10,000 من الحاضرين سواء من المصريين السودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى ورعاية الدول الأجنبية بالتنسيق مع السلطات المصرية والسودانية. هذا هو المشهد هنا، عودة لك مرة أخرى.
طبعا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من معبر أرقين البري، يعني نحمد الله على وصولهم بألف سلامة، ونتمنى السلامة طبعا للجميع، ونتمنى أن يسود السودان الهدوء والاستقرار في القريب العاجل. في سياق كمان متصل، وفي خطوة تعتبر فرصة لأبناء الوطن الواحد من أجل حوار سياسي ينهي الأزمة الحالية في السودان. أكد الجيش السوداني أن قائده الفريق أول عبد الفتاح برهان وافق مبدئيا على مبادرة منظمة الإيجاد الإفريقية لحل الأزمة السودانية. كما أكد الجيش السوداني أن مقترحات منظمة الإيجاد تتضمن إيفاد ممثل عن الجيش وقوات الدعم السريع إلى جوبا في جنوب السودان للتفاوض. خلينا نروح لفاصل سريع، نرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد، وعودة مرة أخرى إلى الملف السوداني، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري إطلاق المقر الثاني لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في معبر قسطل البري لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر وتقديم الخدمات الأساسية ومساعدتهم على استكمال رحلتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين بإذن الله. طبعا ذلك في إطار حملة دعم سلامة أولادنا بالسودان اللي أطلقتها الجمعية منذ بداية الأوضاع الراهنة في السودان. والتفاصيل أكثر معانا عبر الهاتف دكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري. مساء الخير يا دكتور، وأهلا بيك معانا في التاسعة. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا في البداية بنحييك على كل هذه المجهودات المبذولة طبعا، ويعني عايز أعرف من حضرتك تشرح لنا الصورة كده، المشهد عامل إزاي، نقدر نقرب المشهد للمشاهدين إزاي أكتر. تمام. بص يا فندم، حضرتك من منطلق يعني جهود الدوله المصريه لملف العائدين المصريين من السودان، كان في طبعا توجيه من السيده معالي وزيره التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الجمعيه الهلال الاحمر المصري نحو عمل مقر انساني اغاثي على الحدود المصريه السودانيه في أرقين وفي قسطل اللي هي المداخل بتاعتها. المراكز الإنسانية الإغاثية ديت بتعمل طبعا مع المصريين والجاليات الأخرى اللي معاهم البيز طول مصر على تقديم الخدمات الإنسانية الإغاثية. زي ما حضرتك عارفة إن المسافة اللي بيقطعوها مسافة كبيرة كبيرة، توقيت صعب، في طبعا مغالاة في أسعار التحركات في وسائل المواصلات، بالإضافة طبعا إلى شح الأكل والخدمات الصحية. عشان كده المركز الإنساني ده متكامل بيقدم مجموعه من الخدمات، اهمها طبعا الخدمات اللوجستيه اللي هو بيساعد كبار السن او المعاقين او الناس انها تخلص ورقها. الحاجه الثانيه بوسائل الاتصال زي الموبايلات والشواحن والانترنت، اللي طبعا ما فيش شواحن فمحتاجين يطمنوا اهاليهم. في ناس فقدت الاتصال باهاليها فطبعا بتسهل لهم هذا الموضوع. المحور الثاني هو بنوصل الناس لحد مدينه اسوان اللي ما بيقدرش او اللي مش قاطع تذكرة لحد أسوان، بنعمل على توصيله سالما إلى أسوان، وبرضه بنقدر نتواصل مع وزارة النقل اللي عاملة مجهود كبير معانا جدا. بشكر طبعا سيادة الوزير كامل وسادة رؤساء الهيئة على تسهيل لهم موضوع القطارات ونقطع لهم التذاكر. المحور الثالث هو الخدمات الصحية، زي ما حضرتك عارفة إن في ناس طبعا بتحتاج أدوية، وفي ناس تعبت، وفي ناس تعورت، وفي كدمات، كل دوت يتم تقديمه من خلال فريق طبي برضه موجود داخل المعبر، وخصوصا الاسعافات الاوليه. في بعض الناس طبعا يعني بتجي لها زي نوبات بسيطه من الهلع او الخوف نتيجه للمسافات، فدي بنتعامل معاها من خلال المتخصصين في مسائل الدعم النفسي الاجتماعي. مجموعه خدمات كبيره جدا بيقدمها موظفين ومتطوعين. انا عايز اقول برضو ان الخدمات الكبيره ديت بيقدمها متطوعين الهلال الاحمر المصري، تم تدريبهم طبعا، كل التحيه ليهم اكيد. طبعا دي حاجه جميله جدا، تلاقي يعني متطوعين كل واحد سايب اعماله ورايح بتوقيت برضو العيد اللي هو الاجازه، الناس موجوده من قبل العيد بيومين بتنشئ المراكز الانسانيه الاغاثيه. طيب يا فندم، زي ما حضرتك ذكرت لينا الخدمات اللي بتقدم من قبل الهلال الأحمر للوافدين من المصريين أو حتى إن كانت من أي جاليات أخرى، الحالات لما بتوصل عندكم أو بتوصل معبر أرقين
عايزين نقرب الصورة أكتر للمشاهدين يا فندم، إيه اللي بيتكلموا عنه؟ إيه المشاكل اللي كانت موجودة؟ إيه اللي واجهوه أصلاً؟ بص يا فندم، طبعا الوضع صعب هناك بسبب اندلاع المشكله ما بين الصفين، دوت ادى الى نقص المواد الغذائيه من استنزاف، يعني كل الطواقم الطبيه ما بقتش قادره تشتغل، تقريبا اكثر من 70% من المستشفيات لا تعمل، الادويه والمستلزمات والمستهلكات قلت، فطبعا الناس كانت وضع سيء جدا وصعب، خصوصا ان يعني كثيره من المحلات التجاريه برضه لا تعمل، فالناس يعني بتبقى زي ما تقول حضرتك بصر على اخرها. لما بيوصلوا بقى طبعا للجانب المصري بقت الوضع طبعا بيختلف 360 درجه من حيث الاستقبال ومن حيث المعامله والتسهيل عليهم، لان هم طبعا قضوا مشقه كبيره، بالاضافه طبعا لطول الطريق المسافات مختلفه تتراوح، يعني في ناس بتيجي من اكثر من 1000 كيلومتر خلال الاتوبيس. عايز اقول برضو ان احنا بنقدم المواد الغذائيه الجافه، بنقدم برضو المايه والعصاير عشان ما كانتش طبعا زي ما حضرتك عارفه المواد الغذائيه مش متوفره هناك، وبالاضافه الى البان الاطفال كمان. طيب، طب اخيرا دكتور رامي، هل تم التعامل او هل تم وصول الينا حاله حرجه تم التعامل معها من قبل جمعيه الهلال الاحمر؟ يعني مش هقول ان الحالات حتى هذه اللحظه حالات حرجه، بس في حالات اتحولت فعلا الى المستشفيات، ولكن الحالات كلها مستقره الحمد لله، مفيش اي نوع من الحالات الحرجه. اتوقع حالات الحرجه لسه هتيجي بعد كده، لان تحريكها صعب. اتمنى السلامه للجميع طبعا. تحريكها صعب، فاتوقع ممكن الاسبوع الجاي نبدا نستقبل بقى مجموعه من الحالات الحرجه. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، كنت معنا عبر الهاتف، بشكرك يا فندم. نرجع مرة تانية لموسم الحج دكتور حسام عبد الغفار وإعلان وزارة الصحة والسكان أهم نصائح بما أن احنا في موسم الحج. دكتور حسام أهلا بيك معنا في برنامج التاسعة. مساء الخير استاذه جميله، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. لو تطلعنا على هذه النصائح يا فندم. يعني بالنسبة لي النصائح أو التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على الحج، إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع، هناك شروط إجبارية الحقيقة وضعها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة كشرط لدخول المملكة. دي شروط إجبارية لابد أن يلتزم بها المقبل أو الذي يرغب في السفر لأداء مناسك الحج. اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، يعني لابد أن يكون ملقح تلقيح كامل، سواء كان بجرعتين من كافة التلقيحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية أو بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مع تقديم الشهادة المعتمدة بالكيو آر كود التي تثبت ذلك، وأن يكون آخر لقاح لم يمضي عليه أكثر من 6 أشهر. ده الشرط الأول الإجباري. الشرط الثاني التطعيم ضد التهاب السحائي، وذلك في خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك. دي الشروط الإجبارية. في عندنا بقى مجموعة من النصائح الطبية الخاصة التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على أداء المناسك، منها اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، بمعنى أنه التطهير المستمر للأيدي والأسطح، استخدام الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة وسيئات التهوية، استخدام المنديل أو الكمامة في حال العطس أو السعال، عدم التقبيل والعناق وتجنب التقبيل والعناق، مع الحرص على سلامة الأطعمة والأغذية. مرضى الأمراض المزمنة اللي على برنامج علاجي أو نظام دوائي مستمر ينصح بأخذ التقارير والوصفات الطبية التي تفيد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى الأدوية التي تكفيهم في فترة أداء المناسك، بشرط أن تكون في، يعني الناس ما تحطش الدواء كله في 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 كيس زي ما أحيانا بعض الناس بتعمل، لكن النصيحة أن يأخذها في
ولاتها الأصلي. طبعا ننصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. دي طبعا البعد برضو عن التعرض للشمس بشكل مباشر والحرص على النظافة الشخصية وعدم تبادل الملابس أو ملابس الإحرام أو الملابس الخاصة ما بين الحجيج وبعضهم البعض. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على كل هذه طبعا الإيضاحات حتى توضيح النصائح، هذه النصائح الهامة قبل موسم الحج. نعرف دلوقتي أكتر عن الواتساب إلى يحصل فيه فكرة التحديث، أنه المستخدم زي ما قلت لحضراتكم يقدر يفتح الحساب الواحد من أكتر من جهاز. معانا دلوقتي المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، بنرحب بيك يا فندم وأهلا بيك معانا في التاسعة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. فكرة أنه حساب الواتساب أنه المستخدم يقدر يفتحه أو يوصله من أكتر من جهاز يا فندم، ده يعني ده خلينا نقول انه ممكن يكون في الى حد ما خرق حتى للخصوصيه، ولا ده عادي، او ايه الفكره منه اصلا؟ طيب خلينا بس نفهم الناس، هو واتساب كان ايه وبقى ايه او هيبقى ايه الفتره الجايه؟ مبدئيا واتساب الفتره الاخيره اطلق منصه ان هو ممكن يكون في تعدديه استخدام لخدمات الواتساب على التليفونات المختلفة. يعني مثلا انا يكون عندي، او دي طبعا خدمة الفيتشر اللي هتطلع اليومين دول، يبقى عندي اربع اجهزة في وقت واحد. الاجهزة دي متصلة كلها بالواتساب، كلها بيحصل مزامنة اي رسائل بتيجي، كأنه كل تليفون منهم هو التليفون الاساسي. دي خدمة جديدة يعني واتساب بتبغى منها او بتريد منها ان هي تقلد خدمات زي تليجرام مثلا اللي سابق عن واتساب مثلا في القصه دي او في الفيتشر دي في مده كبيره جدا، وكمان في نفس الوقت تحاول توفر للمستخدمين. لو انا عندي مثلا تليفون شخصي وعندي تليفون تاني للعمل، فانا اقدر ادمج الواتساب هنا وهنا، ودي بتبقى الى حد ما كانت منادات وكانت مطالبات كبيره جدا شركه واتساب فيها. طيب واتساب قبل كده كانت عامله ازاي؟ واتساب كانت بتقدم خدمات الويب، ان انا يبقى عندي نسخه بتتزامن على الويب، يعني على مثلا انا فتح البراوزر مثلا بتاع اللابتوب واعمل سكان لفوق واعمل الكلام ده. دلوقتي الوقت ده اختلفت، لان انا فقط بيجي لي كود من غير بقى بعمل سكان لاي حاجه ولا اي كيو ار ولا اي حاجه، طبعا دي بقت ميزه. طيب يعني بيجي كود يا فندم بس بيتبعت كود بس فقط؟ فقط كاني انا بسجل فعلا، وبالتبعيه بقدر استخدم الواتساب بشكل كامل. ولكن الاسئله هنا بقى، الاسئله المهمه جدا اللي احنا بنسالها الواتساب واجابتها تكاد تكون معلومه، وان حتى الشركه ما صرحتش بيها، ولكن تظل الاجابات معروفه. الواتساب الاول كانت بتقول ان خدمات الرسائل الخاصه بمستخدمين واتساب تكون اند تو اند وبتكون مشفره، يعني الكلام ده يعني رساله ما فيش اي وسيط بيكون ما بين المستقبل والمرسل. طيب لما هيبقى في اجهزه كتير بتقدر ان هي تصل للكلام ده، معناه ايه؟ معناه الواتساب لما كانت بتقول ان المستخدم بيبقى عنده داتا بيز داخليه داخل التليفون بتاعه، بيتم تخزين ستور وبيتم تخزين المعلومات والرسائل وكل ما يتعلق بالشوبينج والكلام ده، الكلام ده هيختلف وهيبقى النسخ بتاعتهم ويب تعتمد على داتا بيز كلاود. داتا بيز المفروض ان هي بتكون يعني سحابيه مش داخل التليفون بتاع الشخص، لان ده هيخلي فيه امكانيه لاستقبال الخدمات بتاعتهم على كل المنصات، وهيعمل مزامنه لكل المنصات. فهنا مبدا الخصوصيه اللي احنا بنتكلم فيه بقى محل شك كبير جدا، بالظبط استخدام الاجهزه كلها وهي اند تو اند. فده رقم واحد. رقم اثنين، ناس كتير جدا بتخاف وتقول يا جماعه هل احنا ممكن يتم اختراقنا لو في اكتر من جهاز موجود؟ مبدئيا فكره ان حد يتم اختراقك هي نفس الفكره، طالما انت ما شاركتش الكود بتاع المزامنه او كود التفعيل الخاص بالواتساب مع اي حد تاني فانت في امان، وان شاركته حتى لو انت بتستخدم نسخه واحده فقط فانت خطر كبير جدا. فخلي بالنا من معلوماتك، خلي بالنا من الناس اللي بتستخدم تليفوننا، ممكن حد يقول لنا هات مكالمه او هات اي حاجه
يعني طبعا صفو هي كده احنا بنديله معلوماتنا وده بيكون غلط وغلط كبير جدا. ثالث حاجه ودي مهمه جدا نخلي بالنا من اي لينكات ممكن احنا نستخدمها لان ممكن يكون فيها خطوره علينا والخطوره دي تتسبب في اختراق او اي حاجه. واخيرا لو فكيت ان انت عندك مشكله في واتساب دايما دور على واتساب ورك النسخه اللي هي موجوده في التليفون ومن خلالها او الاختيارات يعني انا ممكن من خلالها اعرف الاجهزه اللي فاتحه معايا واللي بالتاكيد النسخ الثانيه من واتساب اللي هيكون الفتره الجايه في دعم ليها هيكون في نافذه كده على جانبيه في الاختيارات بتعرفني انا الاكونت اللي انا بستخدمه برقم تليفوني مفتوح على اي عدد اجهزه واقدر ان انا اتحكم فيها واقدر ان انا يعني انا عندي اليه ان انا اعرف الواتساب او الحساب بتاعي مفتوح على اجهزه ثانيه ولا لا وعندي الاليه دي. طبعا دي لازم الفيتشر دي لازم تكون موجوده هتكون افيلبل وهتكون موجوده مع التحديث الجديد اللي ناس كتير جدا بتسال طب انا ليه لحد دلوقتي مش عايز استخدم الميزه دي؟ مبدئيا اي ميزه بيتم تطبيقها جديد بتاخد حوالي من 3 لـ5 أسابيع عالميا على مطبق على كافه المستخدمين سواء بنتكلم في اندرويد سواء بنتكلم في اي او اس وات ايفر كله على حد سواء بتاخد الوقت ده على ما يتم تطبيقها لان انا واحد من الناس اهو كنت لسه بطبق الخاصيه دي اتطبقت على ارقام تليفونات معينه وفي ارقام ثانيه لسه ما اتطبقتش عليها فكل المستخدمين بيوصل لهم التحديث البيتا تحديدا يعني في نفس الوقت اعتقد ان هي لسه هو التحديث وصل عندنا ولا لسه يا باشمهندس؟ التحديث وصل عندنا ولا لسه؟ هو وصل يا فندم لبعض المستخدمين في مستخدمين ثانيين لسه انا لسه بقول لحضرتك دلوقتي انا في ارقام عندي تم لقيت عليها التحديث وارقام ثانيه لا. طيب في حد ممكن يقول انا مش يعني في حد ممكن يقول دلوقتي انا مش حابب التحديث ده ممكن يستغنى عنه ممكن ما يقومش بتحديث الابلكيشن او التطبيق ده ما يعملش التحديث بتاعه ويتعامل بالنسخه اللي عنده ولا لازم التحديث بيفرق؟ هو التحديث في حد ذاته هو ما فيش فرق خالص عن قبل كده الفكره كلها ان ما تخليش حد يسجل رقم تليفونك ويستخدم رقم تليفونك بتسجيل على الاجهزه الاخرى، وان حدث ده تقدر باختصار جدا من خلال السيتنج الداخليه في التليفون بتاعنا واتساب تحديدا يعني ان احنا نعمل لوك اوت لاي سيشن مفتوحه او اي تسجيل ثاني على اي رقم تليفون ثاني، ولكن لا يتاثر ومفيش اي فرق بين القديم والجديد الا فقط دعم 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 التعدديه للاجهزه اللي هيكون مفتوح منها رقم تليفون. طيب معلش يا باشمهندس برضو يعني انا شخصيا عايز افهم اهميه هذا التحديث ايه؟ هل بس فكره ان هو عشان يقدر ان هو يوازي التليجرام الاوبشنز الموجوده فيه او الخاصيه دي انها موجوده في تليجرام ايه اهميتها؟ مبدئيا وقت الفتره الاخيره قامت بمجموعه تحديثات كبيره جدا على كل الاصعده بدات بموضوع مثلا ان ممكن يبقى عندي حس الرسائل تلقائيا بعد يوم او بعد اسبوع او بعد شهر او حتى 3 شهور بدات ان هي تدعم بعض الملحقات الثانيه بدات حتى فكره ان مش لازم يكون النسخه الويب متصله التليفون بتاعي متصل بالانترنت عشان خاطر النسخه الويب تكون شغاله معايا فهنا النقطه دي برضو اضافتها وخدتها من اجهزه ثانيه وتطبيقات ثانيه موجوده برضو في السوق سبقتها فشركه واتساب تحديدا اللي هي تبع طبعا شركه ميتا الشركه الام دي حاول الفترة الأخيرة دي إن هي تكون موجودة في تحاول برضه في نفس الوقت على قدم الوصف إن هي تدعم النسخة كمان البيزنس بتاعتها من أجل دعم إن هم يبقى يعني طبعًا إحنا عارفين إن شركة ميتا لما قالت هنعمل حاجة اسمها ميتافيرس الكلام ده كله استنفذ من موارد شركة ميتا الشركة الأم كتير جدًا فأخسر الفترة دي بتحاول تجذب عملاء أكتر بعد المشاكل بتاع الأعطال وكل ما يتعلق بيهم بتحاول تكتسب تاني قوتها والاستابيليتي بتاعتها في السوق ان هي تقول لا انا واتساب واقدم شركه فيما يتعلق بالمراسلات النصيه الحديثه السريعه واقدم حاجه وامن حاجه الكلام اللي احنا عارفينه ده اللي كان محل شك كبير جدا السنه الماضيه واللي بالتاكيد يعني خسر شركه حاجات كتير جدا ماديا تكاد تكون مثلا يعني خسرت ممكن ما يقارب الثلث للربع من اسهمها ومن قوتها الماديه فبالتاكيد ده كان يعني محاوله منهم ان 2023 تكون مدعومه اكثر من الناحيه
الاقتصاديه ومن ناحيه الاسهم بتاعتها، وده اعتقد الطريق اللي متى حاليا بترسمه بكل التطبيقات، واللي بدات طبعا بان هم عملوا داتا بيز موحده لواتساب وفيسبوك وانستجرام، بحيث ان هم يقدروا يستخدموا ده ويقدروا ان هم يفعلوا اكتر مزايا الاعلانات اللي بتكون مثلا بتحقق ليهم يعني ارقام ارقام كبيره جدا، ارقام اعلانيه طبعا بالتاكيد ارقام كبيره جدا. فبالتاكيد واتساب اليوم دول بتحاول جاهده ان هي تقدر فعلا تكتسب، لان خلي بالك هقولها هقول حاجه مهمه جدا والحاجه دي احنا بنشوفها وبنلاقيها يوميا. ايه هي؟ ان احنا عندنا مثلا انا ممكن اكون بتكلم مع حد واتساب غير فيسبوك. الناس خلاص فهمت ان هي لما بتتكلم مع حد حتى على الشاتنج على اي حاجه بنلاقي اعلانات متعلقه بالشحن ده بتظهر لي. طيب طبعا واتساب هو يعني هو تابع خالص شركه ميتا، الشركه الام. فبالتاكيد لو انا زودت عدد ساعات او زودت عدد يعني الرسائل بتاعتي او زودت عدد الاوقات اللي انا بستخدم فيها واتساب، فدي فلوس بارباح مستمره لشركه ميتا بتقدر من خلالها ان هي تحطني في سيجمنت واسع، تقدر ان هي تحدد اهتماماتي، تقدر تحدد انا بفكر ازاي، الاتربيوت بتاعتي ماشيه ازاي، افكاري فيها ايه، الحاجات اللي انا ممكن اكون مهتم بيها ايه. وبالتاكيد دي بتكون الى حد ما علامه ناجحه جدا 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 لنجاح اعلاناتهم، وبالتاكيد ده بيتحول لماديات وفلوس بالنسبه لهم، بالتاكيد طبعا بالتبعيه يعني بتاثر على الاسهم وبتاثر على اسمهم. وفي الاخر هو ده الهدف يعني اكيد. بالتاكيد طبعا طبعا طبعا. واتساب اعتقد ان الفتره بتاعت 2023 هنشهد تغييرات جذريه قويه جدا، وهنقدر نقول ان هي بتشهد كمان يعني نقدر نقول مميزات بتبقى واخدينها حرفيا كده من تطبيقات ناجحه ثانيه زي على غرار طبعا تليجرام والقصه بتاعت الاربع اجهزه اللي هتكون مفتوحه خلاص الفتره القادمه. هنلاقي خدمات وهنلاقي فيتشرز كتير جدا بتتم يعني ان هي تتاخد صعبي بس كده تتحط في وقت ثاني الفتره الجايه، واعتقد ان ده يعني هيبقى تقريبا هو التايم لاين بتاع الفتره الجايه اللي احنا هنتفرج عليه. باذن الله عامه احنا في انتظار هذه التحديثات، وايضا في انتظار يعني اراء الجمهور واراء الناس عن هذا التحديث تحديدا، وفكره انه يتم فتح حساب واحد من اربع اجهزه. بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات عن كل هذه الايضاحات. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، الحقيقه موضوع يعني ايجابي جدا ومبهج جدا، السياحه. قطاع السياحه الحقيقه المصري شهد نمو كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، تمثل فيه زياده كبيره جدا في اشغال الفنادق، تنوع الوافدين على سوق السياحه المصري. كمان شهد الربع الاول من العام الجاري زياده في الحركه السياحيه الوافده لمصر بمعدل 40% مقارنه بنفس الفتره من السنه اللي فاتت. ويعني اذا صار قطاع السياحه الوافده لمصر بنفس المعدل بهذا المعدل، اعداد السياح الوافدين بنهايه العام الجاري متوقع انها تتخطى حاجز ال 13 مليون سائح. خلينا نعرف تفاصيل هذا الخبر وابعاده مع الاستاذ حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. مساء الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في التاسعه. اهلا وسهلا فندم، مساء الخير، انا دكتور حسام هزاع مع حضرتك. اهلا يا بالنسبة للزيادة في النسب الوافدين لمصر من الأفواج السياحية في الربع الأول في 2023 أزيد بنسبة عالية عن العام الماضي طبعا، وفي 2022 كان وصل عدد السياح في مصر التوتال حوالي 11 مليون ب 10 مليار و 700 مليون دولار إنكم أو دخل من السياحة، وكان قبليها في عام 2021 حوالي 4.9 مليار دولار. فطبعا في نشاط كبير في مواقع سياحية كثيرة جدا أشارت لمصر كوجهة سياحية أو زي تريب أدفايزر أو مثلا ديزرت نيوز إلى آخره. وفي كمان بعض الدول أشادت بمصر كوجهة سياحية بالنسبة للدول المصدرة للسياح على مستوى العالم، وأخذنا مراكز متقدمة، وبعدين أشاروا برضو إلى القاهرة وإلى منطقة البحر الأحمر والغردقة، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية اللي بتقوم بها الدولة من خلال شركات عالمية، وحضرنا كأصحاب
شركات قطاع خاص مع الحكومة والتنسيق فيما بين الاتحاد والغرف والوزارة والدولة والاستراتيجية اللي وضعها الدولة في حضور المؤتمرات الدولية. كان آخرها بورصة برلين وكنا متواجدين هناك، والحقيقة تم شغل على مستوى عالي سواء من ناحية عرض الجناح المصري وأخذ ثاني أحسن جناح في أفريقيا. طبعا البورصة السياحة العالمية في برلين دي تعتبر أكبر بورصة في العالم، وبتقابل فيها مع كل التور أوبريتور، السبلاير، الفنادق، شركات الطيران، الميديتيرنيان كروزز أو المراكب الكروزات الضخمة اللي بتيجي في البحر. ده كله بيحصل تعاقدات طبعا ما بين التور أوبريتورز أو الدي ام سي أو اللي هو مديرين السياحة على مستوى العالم، ممثلين لشركاتهم مع الشركات المصرية هنا والفنادق، وفي طبعا السياحة الإلكترونية بالإضافة إلى السياحة من خلال الحجز أونلاين في بي تو بي، يعني بي تو بي سيستم اللي هو بزنس تو بزنس شركات يعني. وفي طبعا البزنس تو كلاينت يعني بالنسبة للسائح مباشرة مثلا، وكان في طبعا الممثلين مثلا حاجه زي booking.com الى اخره. في كان قبلها برضو معرض كبير جدا زي الفتور في اسبانيا، وكان قبلها برضو في معرض الورد ترافل ماركت في انجلترا، كلها من اكبر المعارض. وفي معرض جاي هيبتدي من 1/5 هيكون الاراضي ترافل ماركت في دبي، هيبقى في تواجد طبعا لمصر بشكل كبير. ودي من الاستراتيجيات اللي وضعتها الدولة، التسويق بشكل تقني حديث، وجود طبعا الثري دايمنشنز، التواجد بشكل معين، وجود تمثيل لمصر مثلا على شكل معابد في المعارض الدولية كأجنحة. وكل ده هايل يا دكتور حسام، يعني يعذرني المقاطعة، كل ده هايل، ولكن بجانب الحملات الترويجية لمصر والمعارض، كل دي خطوات هايلة جدا الحقيقة، وكنا محتاجينها كمان. لكن أحيانا التجربة كمان بقى الحقيقية والفعلية للسائح في مصر لازم تكون مختلفة وهمة، وتقابل وتوازي الحملة الترويجية الكبيرة وهذه المعارض والشكل اللي مصر بتروج لنفسها بيه في الخارج. هنا بقى لما بيجي السائح مصر، إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير عشان نشهد هذا النمو ما شاء الله، ونتمنى طبعا أنه يزيد أكتر كمان؟ طيب، هو اولا حضرتك اتقدم حوافز كتير. الحوافز دي بتبقى بشكل دعم الطيران منخفض التكاليف ونزوله كافه مطارات مصر اللي هي في محافظات السياحيه. تذكره الطيران المنخفض التكاليف او العارض او الشارتر ممكن ما مثلا ما تبقاش بوجبه، المسافات من اوروبا لغايه هنا بتبقى 4.5 ساعات، فكل دول اوروبا الغربيه او اوروبا الشرقيه بتبقى متواجده في السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية. في تخفيضات اتعملت، في تسهيلات في حصول المواطنين على التأشيرة أونلاين في دول كتيرة جدا، وكذلك الناس اللي بتصل هنا، كذلك الناس اللي هي عندها تأشيرة شنغن واستخدمتها أو تأشيرة أمريكا أو تأشيرة إنجلترا وهم مش من الدول اللي بتحصل على التأشيرة بسهولة إلا أونلاين، بيقدروا ياخدوها في المطارات. الدولة قامت برضو بتوفير لحصول التأشيرة مثلا لدول المغرب العربي كلها في شرم الشيخ مباشرة بمجرد وصولهم، في دول زي الهند وتركيا كذلك ما بقتش في صعوبة في الحصول على التأشيرة. طبعا السيرفيس والخدمات اللي بتقدم هنا الموجودة، طبعا الأمن والأمان، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات مثلا زي ما مطار فينيكس بيستقبل الناس كلها منتظرة الحدث العالمي بالنسبة للمتحف المصري الكبير، اللي ده كانوا بيسألوا عليه في كل معرض. وحتى الآن الناس اللي بتيجي مصر بالنسبة لنا كشركات احنا بنقول لها إن شاء الله الفترة القادمة في كافة المحافظات، حتى مثلا في منطقه سيناء في سانت كاترين والتجلي الاعظم، في المطارات هناك برضو بيتم توسعتها لتبقى الطاقه الاستيعابيه اعلى، التنشيط لكافه انواع السياحات، وبعدين السيرفيس اللي بتقدم هنا. ولذلك الاسعار في مصر وصلت وعليت بشكل معين نتيجه الطلب على الفنادق في مصر. يعني
لما احنا نتكلم مثلا على شهر مارس وشهر ابريل الماضي بالنسبه لحتى اجازات شم النسيم، احنا كان عندنا الفنادق في القاهره اللي في وسط البلد بالذات والفايف ستارز برغم ان هي غاليه ولكن موجوده فولي بوكت يعني في شهر 11 و12 كذلك. النايل كروزز هو بس يعني يمكن في 150 نايل كروز ما بين الاقصر واسوان شغالين بالاضافه للذهبيات او كده، هو المفروض من حوالي 290 نايل كروز، ولكن الفولي بوكس برضو والاسعار ارتفعت يعني ده يعني لان العمله الجيده بتطرد العمله الرديئه وكل ما زاد الطلب بيزيد طبعا. فده احنا كنا بنتوقع والمنظمات العالميه كانت تتوقع ان مصر يصلها مثلا 11 مليون سائح، بس انا اعتقد بعد الترويج ده والخدمات اللي بتقدم والسيرفيس والاستراتيجيه اللي وضعها الدوله ان احنا ممكن نصل لاكثر من 13.5 مليون سائح وممكن نصل ل 16 مليون في نهايه 2023 لو استمرينا بنفس الوتيره. وبعدين اللي عايز اقول كمان ان الطاقه الاستيعابيه للفنادق احنا عندنا 250 الف غرفه فندقيه تتسع لده، وتنويع السوق كمان يعني احنا عايز اقول احنا ما كناش معتمدين على السوق الروسي والاوكراني لان السوق الروسي كان فتح في 22 عاد الى مصر مره اخرى ما كانش لحق، هو كان في سوق الاوكراني بس كانت الدوله وضع استراتيجيه للتنويع على كافه الاسواق يعني امريكا اللاتينيه وطبعا الصين والهند واسيا واوروبا الغربيه واوروبا الشرقيه وبعض الدول من افريقيا بالاضافه للدول الخليجيه لان احنا يهمنا طبعا مثلا سوق زي السوق السعودي كان وصل لمليون ونص سائح في السنه في 2019 ورجع تاني الفتره الماضيه وصل برضه لاكثر من مليون وشويه في 2022 بعد انتهاء كوفيد تقريبا من العالم. ده كله اثر تاثير ايجابي، فاحنا هنا الدوله وضع استراتيجيه وزاره السياحه بتنويع كافه الاسواق اللي بتؤدي الى زياده الكثافه العدديه من السياح، بس كل واحد بقى في اللي بيبقى سياحه شاطئيه في اللي بيحب سياحه البلد. طيب في نوع تاني يا دكتور حسام من السياحه برضو يعني مش عارفه هتوافقني رايي ان احنا محتاجين نشتغل عليه كمان اكتر، هي فكره سياحه الفعاليات او الحفلات، انه يكون في مثلا فنان عالمي او باند عالمي موجود هنا في مصر. صحيح بتبقى مده الاقامه بسيطه جدا ولكن برضو بتدر دخل كبير جدا. هل مصر بتشتغل في هذا الاطار؟ هو كان قبل كده بيقام كونسرت مثلا وحفلات لبعض المغنيين العالميين وده من الأنشطة المهمة اللي احنا نقدر نرجع لها تاني، وفي نفس الوقت برضو احنا عايزين كان في الأول زمان رالي الفراعنة وكده عايزين سباق العربيات برضو يرجع تاني بالظبط في أنشطة وفعاليات مثلا زي سياحة الأزياء احنا بنطلق عليها دلوقتي أو أنا بطلق عليها سياحة الأزياء زي ما جه مثلا توكيلات عالميه عملت احتفالات في حتشبسوت صحيح في الاقصر ودول من ايطاليا وهنا كان الفرنساوي ده اللي في منطقه الاهرامات برضو وجم مليارديرات العالم وممثلين عالميين حضروا الايفنت دي. كان في سياحه الافراح كانت عائله غنيه جدا من الهند جت قعدت ثلاث ايام في شرم الشيخ، في سباقات الهيجن بتقام في شرم الشيخ والعالمين دلوقتي يعني في حاجات كتيره صحيح حتى الفعاليات الرياضيه صحيح. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام هزاعي الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، بشكرك جزيل الشكر. ودايما زي ما احنا بنقول كده احنا طماعين في الخير اكتر طول الوقت، نتمنى طبعا انه حتى مؤشرات النمو ترتفع اكتر فاكتر في قطاع السياحه تحديدا لانه مصر الحقيقه عندها يعني ميزه تنافسيه عاليه جدا في هذا القطاع تحديدا. على اي حال هنروح لموضوع اخر، نروح لفعاليات مهرجان كان. طبعا تنطلق فعاليات المهرجان في دورته ال 76 في الفتره من 16 ل 27 مايو اللي جاي. في فيلم مصري يعني الحقيقه بيشارك في مهرجان كان ودي لفته يعني مهمه جدا وخطوه مهمه جدا للفن المصري، فيلم اسمه ذا كول اوف ذا بروك او الترعه. الفيلم ده بيشارك فيه مسابقه مدارس السينما التابعه للمهرجان، الفيلم من انتاج المعهد العالي للسينما باكاديميه الفنون. هو من ضمن 14 فيلم وقع الاختيار عليهم بين 2000 فيلم تقدموا للمسابقة من مختلف دول العالم. طبعا تعتبر المشاركة المصرية دي هي أولى المشاركات الرسمية في المهرجان من سنة 2014. خلينا نعرف أكتر عن الفيلم وعن صناع
العمل وازاي قدروا يوصلوا لهذا الانجاز. معنا المخرج جاد شاهين، مخرج فيلم ذا كول اوف ذا بروك او مخرج فيلم الترع. بنرحب بحضرتك واهلا بيك معانا في برنامج التاسعه، والف مبروك. ميرسي جدا، الله يبارك فيك. مساء الخير ومساء الخير على المشاهدين. اهلا بيك. كلمنا بقى عن الفيلم، فيلم الترع او ذا كول اوف ذا بروك، كلمنا عنه كده بشكل عام عشان بعد كده انا متحمسه جدا ادخل اعرف بقى ازاي وصل لكانو انه يشارك في المسابقه المهمه دي كمان. هي بس في تنويه صغير ان المهرجان السنه دي هم 14 فيلم فيكشن شورت فيكشن، وفي 2 انيميشن هم توتال في السكشن بتاع الداخلي اللي هو متخصص في افلام مدارس السينما، هم 16 فيلم من 2000 فيلم على حسب يعني المهرجان كان. الفيلم تاني فيلم يخش السكشن ده بعد طبعا فيلم عمر الزبيري 2014، فيلم عظيم يعني. ده تاني مشاركة رسمية في المسابقة دي. بدأنا الفيلم ان احنا اشتغلنا عليه، احنا طول الوقت في معهد سينما نعمل افلام يعني، احنا انا قسم اخراج طول الوقت نعمل افلام. فعملت الفيلم انا وزملائي واشتغلنا عليه وقدمناه في المهرجان، واكشلي ما كناش الناس متوقعين الفيدباك الحلو ده بسرعه، لانه جالنا رد سريع جدا ان هم عايزين يسلموا وحابين. ف رحت دكتوره جاده رئيسه الاكاديميه وكانت مرحبه جدا وكملنا الاجراءات بقى. جد اول فيلم ليك مظبوط؟ بس احنا ده اول فيلم كبير ليا اعمله يعني، فيلم فيه برودكشن شويه، ولكن احنا في معهد سينما من اول سنه بنعمل افلام يعني. احنا عندنا كل سنه حاجه اسمها بروجكت تخرجي من السنه عشان تخش السنه اللي بعدها تعمل فيلم، بلس ان احنا معظم الوقت نعمل افلام جوه وبره المعهد واحنا بندرس المعهد. فممكن تعتبر ان ده اول فيلم من الناحيه يعني. طيب جوده. اتفضل. لا معاك تمام. طيب يعني لما عرفت ان الفيلم تم اختياره، اولا ازاي تم اختياره اصلا، والمعايير اللي على اساسها تم اختيار الفيلم كانت ايه؟ بصي انا ما اعرفش خالص المعايير بتبقى عامله ازاي، انا عملت فيلم يعني مش شبه المعايير المتوقعه في نوعيه الافلام اللي بتخرج من الميدل ايست خالص يعني. لا هو فيلم بيتكلم عن يعني مش فيلم بيتكلم عن قضيه مرأة ولا بيتكلم على حاجه معينه في ذكوء، يعني فيلم واقعي سحري كده في عالم غرائبي وفي حاجات فولكلوريه، ويعني حاجه ما توقعتش خالص انها ممكن تكون يعني بالنسبه لهم حاجه لذيذه او يحبوها. واتفاجئت زي اي حد يعني، انا قدمت الفيلم زي ما بقدم افلام قبل كده وزي ما زملائي بيقدموا، اكشلي في نفس السنه احنا كنا مقدمين كذا فيلم يعني. هو الفيلم يصنف ايه؟ يعني يصنف رعب، يصنف خيال، يصنف هو رعب؟ في جزء اكيد رعب منه، ويعني تصنيفه ممكن يتقال ثريلر، هورر، رعب نفسي يعني. في كل التصنيفات دي جواه، بالاضافه ان هو واقع سحري يعني، في حاجه واقعيه سحريه مش رياليزم يعني، في جزء منه لا هو واقعي ولا هو فيلم خيالي تماما. في حدوته كده يعني، ولد بيروح لترعى ملعونه ويشوف حاجه هناك بتغير له بقى مصيره يعني، بيتغير خالص. والله احنا بنشكرك، انت قلت لنا قصه الفيلم. كنت عايزه اسالك يعني بس يعني الجانرا بتاعته ايه؟ طيب يعني هو الفيلم مبني على انه في جزء منه ثريلر، انا ما اقدرش اديكي معلومات كتير بس. لا انا خلاص مش هسالك اكتر من كده. ما قلتهاش قبل كده. بالظبط. طيب دي حاجه اول مره اقولها، ده فيلم اشكرك والله وماش كاريزما. طيب قولي انت المفروض هتسافر امتى، المفروض النتيجه امتى، يعني احكي لنا كده بعض التفاصيل. احنا مفروض المهرجان زي ما حضرتك تفضلتي قلتي هو من يوم 16 ليوم 27، ولكن السكشن بتاع الشورت كومبيتيشن اي ثينك وكمان السنيف بيبداوا من اول 22. فانا مفروض اكون 22 في مهرجان كان، وهفضل في الفعاليات لحد الختام 27 و 28 بقى ارجع مصر ان شاء الله. ان شاء الله ترجع، ونبارك لك كمان على فوز فيلم كول اوف ذا بروك او فيلم الترعة. لكن بالنسبه سريعا كده تكلمني عن كمان مشاركين معاك في الفيلم، الممثلين اخترتهم ازاي برضو، هل من المعهد ولا يعني، احكي لنا القصه كده سريعا. احنا كلنا كل الشغالين في الستاف معظمهم يعني 90% او يمكن اكتر من المعهد. الممثلين مين كاركترز من المعهد، الممثل مش من المعهد، ممثله من المعهد وساره ومدير التصوير ادهم خالد اميزنج يعني، حد عظيم جدا من معهد برضه يعني، خريج المعهد
الشخص اللي بدأ معايا رحلة الكفاح والإنتاج ونبدأ نجيب فلوس ونزق الدنيا وكده، أحمد أيمن في المعهد، يعني كل الناس ديكور من المعهد، كل الأقسام تقريبا اللي اشتغلت في الفيلم من المعهد، أو ناس يعني دخلت المعهد فبدأوا يتمرنوا جوه الفيلم، يعني كلنا كده ربطة المعلم كده كلها جاية من المعهد. طيب ومعاهد السينما تاني، في معهد سينما وفي معهد فنون مسرحية، فكمان المؤسسين كان في منهم. اوكي، ايه اللي جاي ليك يا جاد؟ عندي مشروع طويل بقى ان شاء الله، يعني الفيلم القصير ده انا عملته بدعم من استاذ يوسف نصر الله، اشتغلت معاه مساعد، وهو كان يعني هو الاب الروحي ليا والتكويني وكل حاجه يعني، وكان دايما بيزقني بقى اعمل فيلمك طويل يلا. فطبعا عشان فيلم طويل دي موضوع كبير جدا، بيحتاج فلوس وبيحتاج يعني بيحتاج انك كمان تخلي المنتجين يثقوا فيكي، او في الاخر انا لسه حد بيبتدي لسه بادئ. بس ما شاء الله بدايه قويه. اسف بقول لك ما شاء الله بدايه قويه. فمسي جدا، فقال لي لا ابدا اعمل افلام، اعمل شورت فيلم، انت فيلمك الطويل ده ممكن تاخد منه انسبريشن ويبقى نفس العالم بتاعك ونفس الحياه دي ويلا. وهو اللي شجعني بشكل كبير جدا، انه انا يعني طبعا انت فاهم ان ده بيبقى ستيب شويه صعبه، فلا يلا اعمل كده، بس مش اتخرج، اعمل ده من دلوقتي. وقد كان يعني من دعم منه ومن دعم ناس كتير، يعني انا بجد مهما اقول لك الفضل الكبير لا شطارتي ولا لان احنا جنب، جزء كبير منه توفيق من الناس الحلوه زي واحد زي عمر الزويري مثلا، واحد زي استاذ يوسف نصر الله، لا يعني احنا واحده الاستاذه غاده جباره، يعني في الاول وفي الاخر بتحسي دعم حقيقي من الناس لما بيبقوا واثقين فيكي ولما بيبقوا شايفين في حاجه، يعني بيدعموا بجد بيكملوا للنهايه. أكيد طبعا أنا بشكرك وبحييك جاد شاهين، مخرج جاد شاهين، مخرج فيلم الترعة، المشارك طبعا في مهرجان كان، بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله هنكلمك بعد رجوعك من مهرجان كان ويكون الفيلم قدر إن هو يتفوق في المسابقة. بشكرك جزيل الشكر جاد شاهين. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في التساعة، استنونا. برحب بحضراتكم مرة تانية. هاي الفقرة دي فقرة مهمة جدا، واحنا بنتكلم عن الجنريشن جديد، زي جنريشن او اجيال المواقع التواصل الاجتماعي، ده في حد ذاته كان بالنسبه لنا احنا تحديث، ما بالك تحديث التحديث بقى، يعني الابديت بتاع مواقع التواصل الاجتماعي ما بين انه هيكون مدفوع، التوثيق هيكون مدفوع، العيوب المميزات، في حتى من اهم الشخصيات او اللي هي اوريدي فيريفايد او موثقه بالفعل على مواقع تواصل مختلفة، إن كان تويتر، فيسبوك، أي مكان بقى نوع هذا الموقع، البعض معترض على هذه الخاصية والبعض مش فارق له، والبعض شايف إنه مفيش مشكلة، البعض شايف إن ده بالعكس هيزود من فكرة الأكاونتس المش صحيحة أو مش سليمة، والبعض شايف إن هو إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل؟ هل مواقع التواصل الاجتماعي هتتحول بعد كده لمواقع مدفوعة بعد ما كنا بناخد فيها راحتنا كلنا، وبالنسبة لنا كانت بتبقى خلينا نقول الهروب، مكان الهروب بتاعنا، الناس كانت بتهرب فيها ومكان مجاني، ولا ايه اللي هيحصل؟ هنعرف كل ده من دكتور عبد الوهاب ونيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. دكتور عبد الوهاب نورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، نجمتنا الكبيره. اهلا بحضرتك. طيب ايه اللي حصل بقى؟ يعني تويتر الاول ابتدى ايلون ماسك بعد ما امتلكه قال انا هغير في موضوع الفيريفيكيشن او التوثيق وهيكون مدفوع، وهيغير ده بالتالي هيكون لي ميزات او خاصيه مختلفه عن الاشخاص اللي مش بتدفع هذا الاشتراك، وبعد كده في البعض اعترض والبعض ما تمام ما فيش مشكله. انا عايز اعرف من حضرتك ايه اللي هيحصل في الوقت الجاي؟ مواقع التواصل الاجتماعي هتتحول، في حد كده قال مصطلح اسمح لي اقوله لك، قال ان مواقع التواصل الاجتماعي بتعتبر عامله زي الشارع اللي الناس بتمشي فيه، لكن المعلنين هم اللي بيدفعوا فلوس فيه لان هم اللي بيستفيدوا، هم اللي مستفيدين طبعا، هي بزنس في النهايه. بالظبط، بعد كده مش هيبقى زي الشارع اللي احنا بنتمشى فيه ولا ايه اللي هيحصل؟ لا بصي حضرتك، احنا انا هتكلم على محورين، الوضع الحالي والوضع المستقبلي. انا هبدا بس بعنوان الوضع المستقبلي. الميتافيرس، العالم الثلاثي الأبعاد، هو بداية النهاية لمنصات التواصل الاجتماعي الحالية. إذا إحنا دلوقتي موقع، يعني حضرتك بتقول بتتنبأ أو لا مش بتنبأ، ده هو ده الواقع، إنه الوقت اللي جاي مش هيبقى فيه مواقع تواصل اجتماعي؟ لا، هتختفي بشكلها الحالي. هتختفي. لا ليه؟ قلنا إيه اللي ليه؟ أوضح لك دي وأرجع للمحور الأولاني اللي إحنا فيه. احنا حاليا دلوقتي في التواصل الاجتماعي سواء على الموبايل او سواء على الشاشه اللابتوب او حتى على السمارت تي في، بنشوف اي حاجه مسطحه، صح،
الميتافيرس لا، مع الميتافيرس هي عالم الانترنت الجديد ثلاثي الابعاد، انا هشوف نفسي داخل الحدث بدل ما اشوف شاشه مسطحه، هلاقي نفسي انا كمستخدم جوه الشاشه ثلاثي ابعاد، داخل اتفرج على ماتش النهارده على اليوتيوب، اتفرج عليه على شاشه مسطحه سواء التلفزيون او الموبايل، لكن هشوف نفسي شايف هناك. نفسي انا قاعد في المدرج، حاضر حفله، حاضر محاضره في الجامعة. هتبدأ تظهر تقنيات تانية خالص، جامعات افتراضية، كل واحد طالب قاعد في بيته أو مدارس قاعد طالب في بيته، لكن هم متجمعين فيرشوالي تخيليا، قاعدين شايفين نفسهم قاعدين في فصل، قاعدين في مدرج، والدكتور بيشرح أو المدرس بيشرح. إذن العالم اللي احنا فيه دلوقتي على وشك أن يكون في خبر كان، ده الوضع الجاي، وهتكلم عليه مع حضرتك باستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نرجع على الوضع الحالي. الوضع الحالي اولا هي بزنس في النهايه. لما نيجي نشوف ازمه وباء كورونا وقفت الاقتصاد العالمي وتباطؤ سلاسل الامداد في حاجات كتيره، لكن كانت نعمه صحيح. على وسائل التواصل الاجتماعي، لان زاد عدد المستخدمين وصل الى ما يقرب من 5 مليار شخص. صحيح. اولا اشهر 5 فيهم ايه؟ اللي هم المستخدمين النشطاء. على الفيسبوك حوالي 2.9 مليار، على اليوتيوب حوالي 2.5 مليار. دي دول يمكن اكتر ايه حاجتين. على الواتساب اللي هو موضوعنا على 2 مليار، تيك توك حوالي 1.5 مليار، ثم الانستجرام حوالي 1.4 مليار. طبعا في حاجات كتيره طبعاً جدا أكيد. لكن دول الاشهر في المنطقه بتاعنا. هل مارك زوكربيرج او غيره بيضخ مليارات عشان خاطر الناس واسعاد الناس؟ لا، هو بزنس في النهايه. لان النهارده منصات التواصل الاجتماعي رغم انها تواصل اجتماعي، لكن كلها في النهايه تسويق الكتروني، ودخلت فيها منصات تجاره الكترونيه وبيبيع ويكسب، لدرجه في بعضهم زي التيك توك، اذا انا مثلا مستخدم نشط وعملت اكثر من 100,000 متابع او فولورز باخد فلوس. صحيح. طب يديني فلوس ليه؟ لان انا بسوق له المنتجات بتاعته من خلالي. ليه؟ لان هو في النهايه بيبيع معلوماتي، بيستفيد منها. لما يكون النهارده الفيسبوك لوحده عنده حوالي 2.9 مليار، اي شركه مالتي ناشونال هتيجي تدفع له مليارات عشان تعلن عنه. تمام. اذا احنا النهارده في عمليه يعني تجارية بالدرجة الأولى ومنافسة جديدة جدا. طب ما هي تجارية من اللحظة الأولى، ليه دلوقتي؟ طب ليه اتجهوا دلوقتي لفكرة أنه التوثيق على سبيل المثال يكون مدفوع، أو أن يكون في بعض الخاصية بعض الخصائص مدفوعة ليه؟ بصي حضرتك، عادة في مصطلح بس احنا نقوله باللغة الدارجة، أنا بجيب رجل الزبون. أنا الأول بديك خدمات أنت بتاخد عليها، بقت جزء من حياتك. صحيح. تتخيلي من كام شهر لما وقف الفيسبوك حوالي 6 ساعات، كانت الناس هتتجنن، يعني يمكن نسيت الاكل والشرب ومشاكلها العاديه والاقتصاديه وغيرها وغيرها، وكانت توقفت حياتهم. صحيح. هو النهارده لو عملها باي مبالغ تدريجي اي منصات، الناس مش هتقول لا. دي اول نقطه. الميزه اللي طلعت بقى في الواتساب الجديده دي، هي مش ميزه جديده في وجهه نظري انا كشخص اشتغل في المجال بقى لفتره طويله. اولا انا عندي مثلا، انا شخصيا عندي موبايلين، الفيسبوك عندي والماسنجر على الاثنين. صحيح. اذا النهارده ما بقتش يعني كونك تنزل لي الواتساب على 4 مكان 2 ما بقتش اسمع، يعني سهل نعتبر الواتساب بالنسبه لنا يعني اكنه كاتب يعني الصندوق الاسود. ايوه، ما هو فاللي يبقى موجود على كذا. ما هو الكلام كده. هو ليه؟ اولا لان هو حس ان الانستجرام هتسحب منه جزء من الزباين بتوعه المتعاملين معاه، فهو قال انا انزلها. وهو فعلا هي ميزه مهمه. ليه؟ انا ممكن واحد اكون بشتغل بحب اتفرج على الشاشه الكبيره في اللابتوب، بدل ما اقعد اقرا الرسائل والصور على الموبايل. طب ما انا ممكن يكون موبايلي كمان الاساسي، هي الميزه هنا ايه؟ بيبقى فيه موبايل اساسي والثلاثه التانيين سواء موبايلات او لابتوب تابعين له. لو الموبايل حتى الاساسي فصل شحن او انا سايبه في البيت، الباقيين شغالين، ودي برضو ميزه. ممكن انا كمان اتفرج على الرسائل على سمارت تي في كبير في البيت.
ياه. طبعا ما هو ده جهاز من ضمن الأجهزة اللي ممكن أوصل. بس الناس بتقلق يا فندم من فكرة الخصوصية وإنه الرسائل دي يتم مشاركتها أو إنه حد مثلا موبايلي ضاع، موبايلي اتسرق. حتى لو هو على موبايل واحد ولو ضاع أو اتسرق، أنا بخاف على الموبايل الواحد أخاف على 4 موبايلات يا هي دي الفكرة. بص يا أستاذة، الخصوصية انتهت من زمان، ما فيش حاجة اسمها خصوصية. دي حقيقة صعبة جدا. لا دي يعني أنا بشتغل في المجال، أنا عشت في أوروبا حوالي 40 سنة، وعارف إن الخصوصية انتهت من زمان. إحنا حاليا دلوقتي وإحنا في الاستوديو هنا متشافين، واخدة بال حضرتك، كل بياناتنا موجودة على التواصل. النهاردة للأسف الناس بمنتهى البساطة يعني مش واخدين بالهم، بيحطوا كل بياناتهم وأشخاصهم والسيرة الذاتية ليهم والعائلية والأسرية على التواصل الاجتماعي، وده غلط. أنا التواصل الاجتماعي محطوط أحط عليه الحاجات الرسمية، لكن الحاجات الشخصية أوي الصور الشخصية أوي ما أحطهاش على، أحط الحاجات الرسمية فقط على التواصل الاجتماعي، لأنه هو مخترق. أولا هم مخزنين كل بياناتنا، وعلى فكرة الشركات العالمية بتبيع البيانات دي للمتسوقين. ممكن في قضايا كتير صحيح؟ لا، وعمرها ما هتخلص، عمرها ما هتخلص، لأن إحنا البيانات كلها متاخدة. لكن الأهم من كده بقى إيه؟ اللي إحنا بنتكلم فيه ده كله، كلها يعني على نهاية السنة بالكتير هيخلص، هيبقى نقول إحنا كل زمان كده بالكتير. ليه؟ لأن هو نفس مارك زكربيرج وشركة ميتا لما أعلن عن الميتافيرس، الميتافيرس النهاردة بيضخ في استثماراته دلوقتي مئات المليارات من الدولارات، وطلعت شركات كبيرة جدا، هيعيشوا الناس في عالم افتراضي تماما، هيدخل فيه التسويق الافتراضي والإعلام الافتراضي والحياة الافتراضية والمدن الافتراضية والجامعات. طب دكتور، عشان ما يعني أنا عايز أعرف الموضوع ده من حضرتك بالتفصيل، بس عشان نخلص محور زي ما حضرتك كنت تتحدث. فكرة التوثيق المدفوع أو الخدمات المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض الأشخاص المؤثرين في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، اعترضت قالت طب أنا دلوقتي أنا بشوف مثلا حسابات مزيفة كتير جدا، ممكن توثق هذا الحساب بشكل من هنا تدفع. طيب دلوقتي هيحصل طبعا فراد أو هيحصل انتحال شخصيات وهيبقى فعلا verified. فكرة هذا التوثيق أو الخدمات المدفوعة دي مفيدة ولا مضرة بعيدا عن البزنس؟ هنتكلم للمستخدمين دلوقتي. لا، بالنسبة للمستخدم هي مضرة، لأن هو تعود على حاجة مجانا، وفي ناس فتح حسابات كتيرة بأسماء وهمية مش شخصية عامة، مش عايز يظهر بشكله الرسمي بيظهر، وهكذا. هي مضرة للمستخدمين بشكل عام، لكن اللي عمل المنصات دي هو أساسا رجل بيزنس، هو ما يهموش المستخدم قوي، هو ضمن مليارات المستخدمين، ضمن الاعتمادية خلاص. لكن هو لو هيحط لهم هيحط أكيد الرسوم يعني كلها مش زي بعض، هيحط فيها جزء عادي وجزء بزنس وجزء جولد وجزء بلاتينم، وهيصنفهم كده عشان برضو الناس اللي معاها فلوس زيادة هتدخل في الحاجات الإليت قوي وهكذا. لكن هو ده جاي، لكن هو فلوسه الأساسية مش من الأفراد، دي هتبقى حاجة في الجنب كده. فلوسه الأساسية جاية من الماركتينج، من الشركات الكبيرة. صحيح، ده الجزء الأساسي في هذا الكلام. لكن زي ما بنقول، العالم اللي احنا عايشينه النهاردة، بصي حضرتك، الثورة الصناعية الرابعة لما أعلن عنها في ديفوس، الدكتور كلاوس شواب قال إيه؟ الثورة الصناعية الرابعة ستغير شكل العالم وشكل المنتجات وشكل أساليب الإنتاج. العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا هيتغير بشكل شوارعه، بشكل مصانعه، بشكل منتجاته، بشكل كل حاجة. طب ليه؟ النهاردة العالم كله دخل على الطرق الذكية والسيارات ذاتية القيادة. احنا بنحلم دلوقتي ان يكون عندنا هذا الكلام، بس هيبقى موجود. لا، هو موجود. لا يعني لا، اقصده هيبقى شوارعنا ذكية والسيارات. تخيلي حضرتك انت جاية الاستوديو، ركبت السيارة وقعدتي ورا، والسيارة جابتك لحد التلفزيون وراحت ركنت لوحديها، وقبل ما تخرجي هتندهلها. يعني اتوقع انه هيحصل زي ما حضرتك بتقول. هيحصل. واخده بال حضرتك، المنتجات نفسها كلها هتبقى منتجات ذكيه. النهارده تتخيلي النهارده في سوبر ماركتس في مصر بقت موجوده، ان انت ممكن تاخدي الحاجه مفيش كاشير، تعملي لها سكاننج وتدفعي وتمشي. حتى موظف الكاشير ده هيختفي. المصانع كلها هتبقى مصانع يعني رقميه ميكانيكيا، ما فيهاش حاجه خالص
الجزء ميكانيكي وجزء الكترونيك وخلاص المنتج بيتصنع ويتعبى ويمكن يركب سياره بدون سائق ويروح للمخازن ويتوزع وهذا الشكل كله موجود. فالعالم الافتراضي هيخلي فيه مدن افتراضيه. تعرفي حضرتك في هذا الوقت الحالي ان في شركات ميتافيرس انشئت في امريكا بتبيع شقق على النيل، نهر النيل في مصر. ده في الميتافيرس يعني؟ في الميتافيرس. اذا احنا النهارده هيبقى النهارده في تركيا انشأوا مدينه في الميتافيرس فيها مصانع، فيها مساكن، فيها جامعات، فيها ناس بتشتري بيوت. وهي بقى الفكره فينا ايه؟ ان كل واحد عنده احلام ومعاه فلوس عايز يشتري قصر في حته في نيس او في كان. فبيشتريه ويسجل باسمه، لكن هو مش فعلي، هو تخيلي، لكن بيقابل فيه شخصيات العالمية تخيلي، ويعملوا حفلة تخيلي، ويجيب النجم الفلاني المغني تخيلي ويغني وكلهم متشايفين على التلفزيون كأنهم حقيقة. أنا يعني هي اللي جرب على خلينا نقول سكيل صغير كده فكرة الفيرتشوال رياليتي، النظارات اللي بتتلبس دي اللي بتبقى في السيميليترز والحاجات دي اللي احنا كنا بنلعب بيها دي، هي نفس الفكرة بس طبعا متقدمة أكتر أو أدفانسد أكتر ومطورة أكتر. هي دلوقتي هتبقى نظارة، أصل النظارة دي دمج ما بين حاجة اسمها VR و AR Virtual Reality Augmented Reality، بتخليه الواقع يبقى حقيقة. مستقبلا عشان تبقى عارفة هتبقى في النظارة العادية أو لينس بتركب جوه العين كل يوم بيبقى فيه جديد يا فندم. وانتهت. إذا الإضافة هنا بقى جاية إيه؟ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منصات التواصل الاجتماعي. يعني احنا النهارده من اهم منصه ظهر النهارده الشات جي بي تي. طبعا الشات جي بي تي النهارده تتخيلي ان باحث يجي يدخل على المنصه يقول لهم انا عايز تكتبوا لي بحث عن الطاقه النوويه في مصر، يطلع له بحث. او كاتب روائي يقول لهم اعملوا لي مثلا مقاله معينه عن منطقه خان الخليلي او السياحه الشاطئيه في مصر. إذا إحنا النهاردة بنقول إحنا داخلين في عالم افتراضي مهم جدا. طب بس عشان ما نخوفش الناس علوم الذكاء الاصطناعي ومن الذكاء الاصطناعي، عشان ما نخوفش الناس مش معنى كده إنه هيتم الاستغناء عن وظائف معينة أو مهام معينة، ولكن زي ما إحنا دايما بنقول بقالنا فترة كده متطلبات سوق العمل هتختلف، تتحول هتختلف، فلازم من اللي هيواكب الى وظائف اخرى. بالظبط. فاللي هيواكب المتطلبات دي هيقدر يحجز لنفسه مكان، اللي مش هيقدر يواكب هذه التغيرات احنا محتاجين النهارده ملايين من الناس اللي اشتغل في البرمجيات والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقميه وغيرها، عوضا عن المحاسب التقليدي او طبعا المحامي التقليدي وغيرها. اعتقد للحديث بقيه طبعا في حلقات تانية لازم نتكلم عن موضوع الميتافيرس واللي هيحصل. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عبد الوهاب ونيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بشكرك يا فندم على كل المعلومات. شكرا دي جزيلا. ولازم يكون لينا لقاءات اخرى عشان نتكلم. انا بيسعدني لان احنا داخلين في تقنيات عاليه جدا غير الميتافيرس هي اللي بتغزو العالم النهارده. الاقتصاد بتاعنا العادي ده هيختفي، هيبقى كله اقتصاد رقمي ان شاء الله خير. بشكر حضرتك جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرتنا في التاسعه، استنونا. برحب بحضراتكم مره ثانيه. احنا متعودين دايما في شهر رمضان الكريم بجانب العبادات والاجواء اللطيفه في رمضان متعودين بيصاحبوا على طول دراما رمضان. بعد رمضان بندخل على طول في افلام العيد، وبيبقى في عندنا كده باقه وقائمه من افلام العيد بنبقى قاعدين مستنيينها. وعاده حتى افلام العيد دي بيبقى ليها زي ما بيتقال كده كريتيريا او شكل معين او توليفه معينه بفنانين معينين بانتاج معين، يعني تبقى مختلفة شوية. خلينا نتكلم عن أفلام العيد، وأكيد كمان هنتكلم عن حصاد دراما رمضان مع الناقد الفني الكبير أستاذ طارق شناوي اللي دايما نورنا وضيف عزيز علينا. أهلا بيك يا فندم. أهلا جمانة، أهلا بيك. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنتم طيبين. وأفلام العيد إحنا السنة دي عندنا تقريبا 6 أفلام العيد مظبوط؟ 7 أفلام؟ 7. طب شايف الرقم ده بداية قبل ما ندخل في تفاصيلها، الرقم ده السنة اللي فاتت كان 5 تقريبا، فيعني عادي. بس كان في وقت عندنا كده كان بيبقى في أفلام عيد كتير برضو أكتر من الأرقام دي مظبوط؟ بس اخر سنتين تعرف عشان كورونا طبعاً وتابعتها، فكان رقم يعني كان دايما 5 6 السنه دي 7. بس انت عارفه ايه الشاعر المتنبي قال لك ايه؟ عيد باي حال عدت يا عيد. برضو افلام العيد جزء كبير منها ينطبق عليها باي حال عادت. بقى باي حال. بصي مفيش مغامره ابداعيه. الفيلم اللي جاب ايرادات اللي هو هارلي
ده مصنوع يعني في حاجات نافعه وليد محمد رمضان ومي عمر. هو مصنوع لهذا الجمهور، لجمهور العيد اللي هو معاه العيديه، فمقدم له كل الحاجات اللي هو بيحبها عشان يروح لرمضان يلاقيها، الضرب والقنص مع غطاء اخلاقي اللي هو ايه، انه بيتخلص من الادمان. يعني هو مدمن ولكن عنده اراده. دي القضيه يعني قضيه الفيلم، انه مش دي القضيه بس، ده الغطاء. ده الغطاء اللي يخلي يمرر كل حاجه، لكن هو في الاخر قنص وضرب كما تعود جمهور رمضان. الجرعه زادت، احمد سمير ده المخرج عملها بشكل جيد. انما هل هناك مغامره ابداعيه؟ يمكن اقول لك الوحيد اللي ممكن تشوفي فيه ملمح كان محمود حميده. عامل ملمح كوميدي، انت عارف حميده قلما قلما يمثل كوميديا، لكن ده ذكاء بس دي لمسته برضه. ده ذكاء من المخرج انه يعني فكر في لمحه اخرى واجدها حميده. غير كده لا، يعني تحس انك شفتيه قبل كده. انت عارفه في اعمال فنيه سابقه التجهيز الدرامي، صحيح، زي الاكل كده، انت بتجيبيه معمول ونص ساعه تخلصي الحكايه، صح. ده برضو سابق التجهيز الدرامي. في عندك فيلم رعب اللي هو بيم 13، ايوه طبعا. بما يوحي رقم 13 كان في الثقافه العالميه دايما يوحي بالتشاؤم، بالمشاكل، بالقتل، يعني ده احمد داوود، صح؟ يوم 13 ده احمد داوود، لا ده البطل احمد داوود. لكن المخرج وائل عبد الله. اول فيلم 3 ديز، ثلاث ابعاد، ثلاث الابعاد. واحنا تعرفه على مستوى السينما العربيه قلما ندخل في هذا المجال، دخلنا فيه معقول كتنفيذ. وبعدين كمان افلام الرعب المصريه والعربيه نادره، احنا قلما نترك باغلب افلام الرعب اللي بتشوفيها بتبقى اجنبيه. دي حقيقه، كنت لسه اسالك بقى السؤال ده، قلما، ولكن الجوده ايه؟ والله انا بقول انه بالنسبه اللي بنخرج بنطرق باب ال 3 ديز معقول، يعني اتاخرنا قوي. انت عارف العالم كله مساله 3 ديز يعني سيطرت، هي لا تشكل الاغلبيه ولكن موجوده. احنا صحيح بنتقدم خطوه ونتراجع خطوه لانها مرتبطه بامكانيات متعلقه بدار العرض نفسها، تقنيات اثناء التصوير. بس كويس انه الخطوه اتعملت. في افلام ثانيه طبعا، ابن الحاج احمد ده شيكو. شيكو من الناس انا بحبهم، دمه خفيف جدا. برضو ينطبق عليه فكره مفيش مغامره، لكن على الاقل قادر يعني ايه يقتنص حاجه من تورته الايرادات. شيكو من الفنانين التلقائيين، يعني الكوميديا عنده ما بيطلعهاش في كوميديان، تحس انه بيقتنص منك الضحك، صحيح، وبصوت عالي بيحاول يجيبها. انت عارفه انا دايما بشبهها بالاظافر. ممكن اظافر بعض فنان الكوميديا تجرح، لانها وفي منها يدغدغ. هو بقى من الفنانين اللي بينطبق عليهم فكره الدغدغه، هادي، يعني بيعرف يضحكك بهدوء، ايوه، بلا صخب، بلا صوت عالي. النكته او القفشه عنده هاديه، وانا يعني بحس انه انا فاكر مره سمير غانم الله يرحمه كان صديقتنا، يعني كان صديق عزيز، وكان له هذا التحليل، دايما يبص على الكوميديان بهدوءه. يعني هو يقول لي ميزه عادل امام انه هادئ، كوميديان هادئ. فانا بتصور انه ده انه شيكو ماشي في سكه الهدوء دي. طبعا ما فيش الرقم القوي، يعني الرقم يعني شباك التذاكر الرقم القوي هناك في هارلي، لكن هنا في مقاومه. هو مجمل ايرادات للسبع افلام اللي حضرتك كنا بنتكلم عنها دلوقتي 14 مليون يعني 14 يتخطى 14 والله في قول اخر 20. انا بصي ممكن يكون في تحديث لهذا الرقم، يعني ممكن طبعا. لا هكون سريع معاك، انا ما عنديش ثقه مطلقه في الارقام اللي بقراها. هجيبها منين؟ الجهه الوحيده اللي تقدري تقولي انها مظبوطه مصلحه الضرايب، لان بتاخد جزء من الايرادات، في جزء بيقتص. لكن غير كده لا الغرفه بتقول ارقام موثقه
ولا تضمني ان شركات الانتاج على الجانب الاخر؟ لا، وفي دايما تحديث، يعني احنا الارقام متغيره طول الوقت كمان يعني. بس خلينا نقول ان ده مؤشر مبدئي حوالين الرقم ده. أيوة مستوى. أيوة. الرقم ده انه في العيديه، العيديه وده جمهور العيد. جمهور العيد ده جمهور استثنائي غير جمهور السينما يعني. دي حقيقه. بالعكس جمهور السينما بيروحش في العيد. لا انا بروح. لا بس حضرتك مضطر تروح. لا فعلا لو ليك حق انه في نسبه بتبقى بالنسبه لها العيديه قبضتها صحيح، والمتعه هو السينما. البومب والصواريخ جزء من برنامج العيد يعني. ما هي في السينما بتتحول يعني. انا احب قوي اشوف الافلام مع الناس، وبكره العروض الخاصه لانها زائفه. صحيح. يعني ما بتديكيش المشاهده الفيلم جزء منها احساسك بالناس. صح. وانت في دار العرض لما تروح عرض خاص دول مع طبعا حبي لهم، بس هم مش الناس المستهدفين، لان هو رايح يجامل، لكن اللي دافع تذكره لا، ده رايح عايز ياخد بحقه. صح. وبتسمع بقى الضحك فعلا، الافيه اللي اتقال ما وانت موجود، الناس. صح. بتبقى بتقرا على وشهم ان كان زهقان عايز يكمل، متشوق عايز يعرف ايه اللي هيحصل، بتقدر تقرا ده من وشوش الناس. برافو عليك. بس هو في لاحظت ان في استعداد مسبق بنسبه كبيره. وانا اصلا في منطقه تعتبر يعني عاديه يعني يعني اقرب لكلمه الشعبيه كويس، فبالتالي ده الجمهور. طبعا الجمهور ده بيروح جزء منه بيتلكك عشان يضحك، يعني هو رايح اساسا مسلمك نفسه. اذا انت قلت اي افيه هتلاقي المقابل اكبر بكتير من الافيه. بس برضه احنا صعبين قوي يا استاذ طارق برضه في الضحك. لا لا، جمهور العيد بيروح عايز يستمتع اساسا، هو يعني من ناحيه يعني ايجابيا معاك، بس اوعى تصدمه. بس هو رايح لك بدايه الضحكه هو بيكملها. صح. يعني مش هيتعبك، المطارده هيعملها، هيتوحد مع البطل هيتوحد كويس. زي ما حصل مثلا في مع محمد رمضان، هما طبعا رمضان كمان نفعه قوي جعفر العمده. طبعا طبعا. وهو حتى هتلاقي الفيلم فيه داش وفيه مي كساب ادوار صغيره بس موجودين. فبنكمل معاهم بقى. بنكمل لان الناس متحمسه تكمل بقى الحكايه، وهو اداهم اللي هم منتظرينه. انتوا عايزين خناقات؟ اتفضلوا. عايزين قفزات وبعدين معاه موتوسيكل شغال بيه بقوه اهو، هتلاقوا برضه. فيعني يعني التوليفه جايبه. فالجمهور ده مستعد. بس اديله حاجه يقدر يتجاوب معك. بعد العيد هيبتدي الحكم الحقيقي بقى. صحيح. على العمل الفني. طب نمر سريعا على فيلم هيفا وهبي، وكمان في فيلم علي ربيع بعد الشر تقريبا. صح. مظبوط. بالنسبه لهيفاء وهبي، هيفاء بيراهن عليها من زمان. انا فاكر مثلا سنه 2014 كان في ازمه بسبب احد افلامها. وانا ساعتها قلت لهم، وكانوا عايزين يشيلوه من دور العرض، قلت لهم الفيلم ده بتعملوا دعايه، لانه لو نزل. صحيح. مش هجيب. نزل فعلا وانتهت الازمه وما جابش ايرادات. كويس. هيفا بيراهن عليها تقريبا مره كل سنه. اللي بيفكروا في هيفا بيفكروا انها هي طبعا جميله ولذيذه وانثى وكل حاجه وجاذبه، مفيش كلام في الحته دي. انما بيفكروا في ايه بقى؟ ان هي هتعمل دور بنت بلد مصريه. وهي عندها انت عارفه جزء مصري، مامتها مصريه. هي بقى بتيجي عشان ما فيش مخرج بيوجه، بتاخد من الارشيف. ارشيف بنت البلد اللي احنا يعني عندنا يعني عدد ضخم جدا، فتعمل لك صوره انت عارفه ساعه واحد يقول لك مثل دور شرير فتعمل كده. يعني عشان الناس او تطلع حاجبك. فهي على الجانب الاخر بتمثل دور بنت البلد بنفس الطريقه اللي بحكي عنها. انا بقى بنت بلد فاتكلم شويه كده، اعمل حاجتين يعني. فالحقيقه بيوظفوها غلط وبيوجهوها غلط كويس. فبيبقى النتاج ايه؟ انت مستني بقى هيفاء طبعا اسم جاذب، مستني الايرادات، ما بتحصلش ومش اول مره. لانه دايما هتلاقي اغلب الافلام اللي انا شو يعني وانا بحرص اشوف الافلام يعني في السينمات مع الناس، ولازم حتى الافلام اللي انا ما بحبهاش بشوفها برضو. فدايما هتلاقي الحكايه التركيبة الشخصية هي
والمشكلة كمان هي وهو إيه؟ تمثل أنك تمثل. فبتمثل شخصية بنت البلد، مش عايشة شخصية دور بنت البلد، بتشوف من القديم وتعمل شويتين ومفيش مخرج، وبالتالي النتاج ما اعتقدش انه حتى على مستوى الارقام مجزي. لا حتى الان يعني مش اقوى حاجه. طيب سريعا جدا علي ربيع، عشان انا محتاجه ادخل مع حضرتك في دراما رمضان. أوكي. الحصاد دراما رمضان، فيلم علي ربيع. بس علي ربيع بيراهن عليه، ودايما بس في نوع من الفنانين طالما موجود في عمل فني، يعني مثلا السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي، بيحصل ايه؟ هو بينجح على الحركرك. عارف يعني ايه حركرك؟ بس اعتقد اللي بينجح على الحركرك ده ما بيبقاش قدم حاجه جديده، بس بيبقى قدم كحد ادنى اللي يجعلك السنه الجايه تقدم، يخليه برضو ينزل عشان يتعمل مشروع سينمائي. لازم يبقى انت كمنتج ضامن حاجه. مش التجربة أثبتت إن الناس بتزهق برضو، صح؟ مهما تكررت التجربة. لا، الحركرك بيدي لك أمل إنك تعمل محاولة السنة الجاية، لكن السقوط الزريع لا خلاص. فهو علي ربيع هو نجم الحركرك، والحركرك مش حاجة سيئة قوي، هي مش جميلة بس ليست سيئة. ليه؟ طالما أنت نجحت خلاص حركرك. أوكي، حركرك السنة الجاية برضو هيحاولوا. إذا لم يقفز لمرحلة ما بعد الحركرك، أتصور هيبقى مأزق صعب قوي إنه يهرب منه. أتمنى له طبعًا كل خير، فنان علي ربيع، فنان جميل. طيب حصاد دراما رمضان بقى، أنا مش هتكلم معاك على نسيتي لسه بيومي، ناسي يعني. لا ما أقدرش أعدي أستاذ بيومي، اتفضل. ناسي. لا كوكو. اتفضل. بصي أنا هكون صريح معاك، حاولت يوميًا أحاول أشوف الفيلم. كويس، وانا دار العرض جنبي اتكلم، يقولوا لي مفيش، ما عشان يعرض مش بعرض عشان فرد طبعا، في عدد لازم على الاقل اظن 5 أو 6، فما بيلاقوش 5 أو 6، ففي مشكله في الفيلم ده. في مشكله انه بصي، هو مؤكد ان بيومي ممثل موهوب جدا ومساحه الابداعيه عنده متعددة الأنغام، ليست فقط صحيح. الكوميديا لما بتعمله دي تاني مرة، لما بتعمله فيلم هو البطل بيلعبه بورقة الكوميديا، الكوميديان. طيب الكوميديان ده أنت شفته كم مرة؟ يعني شفته كم مرة في نفس السيزون ده؟ كتير نفس السنة هتلاقي ليه كذا في نفس الوقت له كذا فيلم طالع مع يا ضيف شرف يا بطل مساعد يا بطل مشارك، يعني متواجد الكم الكبير وكلها كوميديا. اللي عايز يراهن على بيومي فؤاد ويكسب ما يعملوش بطولة فيلم كوميديا، لا يبص على الممثل اللي أنا بشوفه موهوب جدا بيومي فؤاد، ويتعمل له حاجة غير اللي احنا بنشوفه. عشان كده للعامل تاني ربما على التوالي انه يبقى فيه محاولة للدفع بيه بطل مطلق مع طبعا نفس المجموعه اللي هم دايما موجودين في كل الافلام، لكن هو البطل. وتخفق اذا وجد المخرج والكاتب اللي يفكروا ان احنا ناخد بيومي ونحطه في دايره اخرى، انا بقول لك انه ده هيعمل قفزه. يعني انا بالنسبه لي طبعا بيومي فؤاد نجم، يعني لا خلاف عليه ولا غبار عليه، ولكن فعلا زي ما حضرتك قلت ممثل موهوب. المخرج والكاتب هو اللي يمثله ليه المخرج عامه، زي ما احنا لازم يخرج بره طبعًا. بره اللي انت متعوده عليه. يعني هو ايه في كل فيلم بيضحكك، الفيلم ده عايزين نقول هو بس اللي هو البطل، لا لازم بطل وبيضحك برضه، شوف معادله اخرى. طيب في سؤال بقى، جعفر العمده لا خلاف انه حقق نجاح كبير جدا جدا، نجاح جماهيري كبير جدا، مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. ده صحيح، بس في بعض التساؤلات بجد والله، هي تبدو كوميديه بس هي مش كوميديه فعلا. الناس بتقول احنا مش عارفين ايه اللي في المسلسل ده قدر انه يجمع الناس دي كلها. ايه؟ بص هقول لك انا، محمد سامي لازم نديله حقه. اكتر مخرج في هذا الجيل
يقرأ جمهوره كويس جدا، عارف المفاتيح. مش هتلاقي بس محمد رمضان هو المتألق، لا دي حقيقة، هتلاقي عدد ضخم من الممثلين والممثلات انت نفسك تفاجئي. لا كان فين ده؟ زي احمد فهيم مثلا اللي هو صح. سيد كان صح. فين طيب المده؟ هالة صدقي ممثله يعني من اهم ممثلي السينما والدراما المصريه، لكن هتلاقيها وظفها في حته مغايره وتألقت وتوهجت فيها. كمان عنده فكره تسكين الممثلين عاليه جدا. انا ممكن في حاجات انا بقراها عيوب، بمعنى انه دايما عنده مونولوج، المونولوج الدرامي اللي انا قاعد اتكلم زي ما بتكلم دلوقتي وانت تسمعي. هو المفروض الدراما قائمه على الديالوج، هات وخد. صح. فهو كل الشخصيات بتتكلم مونولوج اللي هو ضد المنطق الدرامي، ورغم ذلك انت قاعده تتفرجي. ففي حسبه اخرى بعيدا عن التنظير العلمي، انه في حاجات انا برفضها نقديا، لكن لازم اي ناقد يشوف كمان الناس ليه حابه وليه الدايره دي رايحه لها. فبقول لك انه لازم نذكر الكاتب والمخرج محمد سامي، اكتر مخرج قادر يقرا هذا الجمهور مصريا وعربيا. صحيح. طبعا احنا دايما كلامي معاك الحقيقه بيعدي بسرعه، والوقت معاك بيعدي بسرعه. استاذ طارق الشناوي، شكرا يا جمانة. اشكرك جزيل الشكر على قراءتك لافلام العيد، وكمان سريعا كده عدينا على جعفر العم. نورتني ببرنامج التسعة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في برنامج التاسع. اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف على حضراتكم. تصبحوا على الف خير.